السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن فاز منتخبنا الوطني الجزائري يوم أمس الخميس على نظيره منتخب الرأس الأخضر وديا في المباراة التي جمعتهم على أرضية ميدان الشهيد حملاوي بقسنطينة، وانتهت مباراة الجزائر والرأس الأخضر بفوز رفقاء رياض محرز بنتيجة عارضة 5 أهداف مقابل هدف. ووصل أشبال جمال بلماضي بهذا الانتصار إلى الفوز 7 على التوالي دون هزيمة، حيث تعود آخر هزيمة للخضر إلى شهر نوفمبر من سنة 2022 أمام منتخب السويد بنتيجة 2 هدف مقابل، ليحقق المنتخب الجزائري بعدها 5 انتصارات أمام كل من النيجر في مناسبتين والسنغال وأوغندا والرأس الأخضر، بين تعادل منتخبنا الوطني الجزائري أمام كل من تونس وتنزانيا. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.